نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوا هاتهم متحلت بالمتحلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوا هاتهم متحلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعدة بالذات، ولله الحمد والمنة زي ما تعودنا منذ عشرات السنوات. يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد، هنا بإذن الله تعالى في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نقوم بالإجابة على معظم الرسائل فور ورودها إلينا وعندما يتيسر الوقت والمجهود لهذا قدر الإمكان. في حلقات سابقة وعلى مدى أسابيع ناقشنا مع حضراتكم موضوع ضعف مخزون المبيض من البويضات وتأثيره على فرص السيدات في الحمل، إلى أن فوجئنا وفي حلقة 22 يناير الماضي بالاتصال من المدام منار اللي كانت بتشكو مر الشكوى من ما تعاني منه من أعراض، وما يقال لها وما لا يقبله عقل إن ده عادي وطبيعي وما فيش مشكلة إن دورة تبقى ملخبطة وإن شعرك يقع وإن واكتشفت إن عندها تكيس مبايض وإن محدش يقول لها الحقيقة كالعادة. وكانت في اتصال شهير عرضنا لحضراتكم، طلبت مننا طلبات محددة، ولأجل خاطر منار ولأجل خاطر أن نجيب بالحقيقة وأن نحل مشكلات المتكيسات، ولأجل خاطر كل المتكيسات، قررنا أننا نقدم الإجابة واضحة وصريحة وعلى أسئلتها ومدعمة بإثباتات وفيديوهات. تعالوا فكر حضراتكم بالاتصال بتاع منار، هناخد جزء منه ونشوف الطلب الأولاني اللي هي طلبته مننا اللي هنناقشه النهاردة. نشوف كده الفيديو بعد إذن حضراتكم. الفيديو الأول. كل هذه الأعراض الكلام ده ما اشتكتيش بيه وانتي آنسة؟ ما رحتيش وانتي آنسة عشان تدوري على الكلام ده؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ان انا رحت وانا متجوزة أم حتى محدش شاف الكلام ده فتورع انه يقول الحقيقة، يقول لي لو سمحتي حضرتك عندك تكيس مبايض ولازم تخسي ولازم تطلبي تحليل هرمونات، يعني الناس اللي كتبوا لحضرتك منشطات عمياني دول، ده ايه؟ هو حضرتك دكتور اللي بتعمل لك اشعه بالصبغه؟ يعني مدى خطوره اللي عندي، انا عايز اعرف مدى خطوره المرض اللي عندي، ويعني ويعني اعمل ايه دلوقتي؟ ان يطلب منك اشعه بالصبغه انتظامها والحمل وحدوثه، ومش على بشرتك وشكلك وشعرك يبقى بيأثر على الهرمونات وعلى المظهر بتاع السيده، يبتدي يأثر على الحاله النفسيه. فمريضات تكيس المبايض من درجه شديده اللي زي حضرتك كده، يبتدي الناس يلاحظوا لها انت مالك، بقيتي عصبيه كده ليه؟ بقيتي متهيجه كده ليه؟ بقيتي بتخلي بتزعجي ليه يا دكتور؟ كان هذا التساؤل الأول من منار، عايز أعرف مدى خطورة اللي عندي. وللأسف الشديد هذا مرض يستهان به وتنظر له السيدات ومن ورائهم، ويغذي هذا غير المتخصصين والذين لا يقولون الحقيقة في تخصصنا وهم الأكثرية للأسف الشديد، ويقولوا أن ده حاجة عادية وطبيعية وما فيش مشكلة وملوش أي تأثيرات سلبية. فكانت منار بتطلب إيه خطورة اللي عندي؟ خطورة مرض تكيس المبايض أنه مرض مزمن لا يشفى، وأن هذا المرض لا شفاء منه على الإطلاق، ولا يستطيع أحد أن يشفيه، لكن يمكن السيطرة عليه، وله آثار مستقبلية كبيرة. وعشان أوضح لحضراتكم أن الموضوع سهل وبسيط، جبت لحضراتكم فيديو. الفيديو ده مين بقى اللي عامله؟ مين اللي عامله؟ مش حد متخصص في أمراض نساء. الفيديو ده عاملاه طالبة في كلية طب في إحدى الدول الخليجية، هي طالبة تنتمي إلى دولة خليجية اسمها عبير، وأنا بحييها، لو أعرف اسمها كامل كنت قلته. طلب منها في نهاية دراستها لأمراض نساء، المعلومات دي يعرفها طلبة، ها؟ طلب منها في نهاية دراستها أمراض نساء أنها تعمل بحث عن موضوع، واختاروا لها الموضوع Long Term Sequelae and Consequences of BCO، الآثار السلبية المستقبلية على صحة السيدة المصابة بتكيس المبايض. ف
فهذه البنوتة اللي شاطرة اللي إن شاء الله ربنا يوفقها في حياتها لأنها عملت بحث هايل هنشوفه زي الأبحاث المشرفة اللي طلبت كلية طب القصر العيني بيعملوها الأيام دي، الحقيقة مستوى رائع بحيهم عليه وبحي عبير دي. عملت بحث تقريبا نص ساعة مسجل صوت وصورة وفيديو هنشوفهم، أنا اختصرته لحوالي 19 دقيقة اللي هعرضه منه لحضراتكم أقل من كده على وترجمته تماما، وكل كلمة بتقولها هسمعها لكم بصوتها ومترجمة على الآثار السلبية والمستقبلية لمرض تكيس الموبايل. وطبعا غاصت في هذا المرض لأنه بحر، وابتدت الكلام بتعريف تكيس المبايض وبتشخيصه وبنسبة الإصابة به وكيفية تشخيصه. النهاردة هنحاول نجاوب على سؤال منار، إيه خطورة اللي عندي؟ هنبتدي الفيديو بس مش هنشوفه، هعرض بس أتكلم على أول دقيقة في الفيديو. أول دقيقة في الفيديو بتتكلم على تكيس المبايض وأنه خلل هرموني وأنه مرض مزمن وأنه مرض لا شفاء منه وأنه أكثر الأمراض الهرمونية انتشاراً في العالم، وأنه زاد زيادة شديدة جدا في الفترة الأخيرة، وأن نسبة الإصابة به المسجلة في كتب الطب بتتراوح ما بين 5% في بعض الدول، 8% ل10% معظم الدول، وتصل في بعض المناطق في العالم زي منطقتنا إلى 20%. وقالت الحقيقة الدكتورة اللي عملت الفيديو ده، قالت إن ده under estimation، إن ده تقييم قليل، لأن مش كل حالات تكيس المبايض بتتشخص ومش كلها بتروح لمتخصص ومش كلها بيتقال لها الحقيقة، لأن في معايير مختلفة لتشخيص تكيس المبايض. ده ملخص أول جزء في الفيديو اللي هو أول دقيقة أو 5 ثواني اللي هنعرضهم، نشوفهم مع بعض ونرجع نتكلم. Consequences of polycystic ovary syndrome. Syndrome is a common disorder often complicated by chronic anovulatory infertility and hyperandrogenism with the clinical manifestations of oligomenorrhea, hirsutism, and acne. Many women with this condition are obese and have a higher prevalence of impaired glucose tolerance, type 2 diabetes, and sleep apnea than is observed in the general population. Polycystic ovary syndrome is one of the most common endocrine disorders in women of reproductive age. Because of differences in the diagnostic criteria employed, prevalence estimates vary widely, ranging from 2.2% to as high as 26%. قالت إن النسبة مختلفة في المناطق المختلفة في العالم، قالت إن ده مرض مرتبط ارتباط وثيق باستعداد عائلي وراثي للسكر، قالت إن المريضات دول بدينات معظمهم وحيجيلهم سكر وحيجيلهم سليب أبنية، يعني يحصل لهم اختناق أثناء النوم، هنشوف الكلام ده كله لسه النهاردة يعني، تمام؟ النسبة بتتراوح بين 5 إلى 20%، لأن فيش معايير محددة لتشخيص المرض وفي اختلاف بين الأطباء في المعايير، فحبوا يوحدوا المعايير فقاموا عاملين مؤتمر علمي دولي كامل لتكيس المبايض ووضع معايير لتشخيصه، اتعمل في مدينة روتردام الهولندية، ومن وقتها طلعت روتردام كرايتيريا، معايير روتردام لتشخيص مرض تكيس المبايض، واللي بناء عليها اللي تحقق حطوا 3 معايير، الست لو تحقق منها معيارين فقط تبقى مريضة تكيس مبايض طبقا للمعايير بتاعة روتردام. المعايير دي بعض الأطباء ومنهم أنا شايفين إنها ناقصة، وإن بعض الحالات لا تستطيع المعايير دي إنها تجملها، وبالتالي نسبة تكيس المبايض أعلى كمان من اللي بتفرضه معايير روتردام، لكن هي المعايير المتفق عليها في العالم الوقتي. نشوف بقى معايير التشخيص قبل ما نشوف الفيديو، هي هتبتدي تقول لنا إزاي بنشخص تكيس المبايض. المتفق عليه بين الأطباء، وبعض الأطباء بيفترضوا معايير أكتر، المتفق عليه هي معايير روتردام، ومعايير روتردام هي 3 معايير، الست إذا تحقق معيارين منهم يبقى عندها تكيس مبايض. المعيار الأول من معايير روتردام شكل المبيض الكلاسيكي لتكيس المبايض بالسونار اللي وريناه لحضراتكم في الحلقة الماضية، ولازم يكون السونار مهبلي ولازم يكون الدكتور بيقول الحقيقة. حجم المبيض بيبقى كبير، بيبقى فيه سمك في قشرة المبيض، بيبقى فيه تجمع في بويضات غير ناضجة تحت سطح المبيض حجمها ما بين 8 إلى 12 ملي، عددها ما بين 8 إلى 12، وفي سمك في الأوفيريان ستروما. المنظر ده منظر كلاسيكي لمبيض تكيس المبايض، وهذا المنظر
واحد من معايير روتيدرام، يعني ممكن المعيار ده يبقى مش موجود والست بالسونار يبقى شكل المبيض ما فيهوش تكيس مبيض وتبقى مريضه التكيس. فاللي تيجي وتقول لنا كل اللي بيعمل لي سونار ويقول لي ما عندكيش تكيس يبقى هو ما يعرفش شكل التكيس او بيخدع حضرتك وما بيقولش الحقيقه، او وارد ان بعض مريضات التكيس يبقى المعيار ده مفقود لاننا بنشترط معيارين من ثلاثه. المعيار الثاني ان الست يبقى عندها اوليجو اور انوفيليشن، يعني عندها ضعف في التبويض او تاخر في التبويض او عدم حدوث تبويض. يعني ايه؟ السنة 12 شهر الست اللي بيحصل لها 6 شهور تبويض او اقل دي ما عندها، ده معيار من معايير تكيس المبيض. يعني ما فيش مانع ان نقول لست عندك تكيس مبيض تقول لك ازاي ده انا كنت عند دكتور الشهر اللي فات وقال لي ان عندك تبويض. وارد بعض مريضات تكيس المبيض يحصل لهم تبويض في بعض الشهور، المهم ان متابعتها على مدار سنة نلاقيها ما بتوفيش 6 شهور بيحصل لها فيهم تبويض، يبقى عندها تبويض 6 مرات في السنة أو أقل. اللي عندها ده يبقى ده معيار من تكيس المبايض. يبقى وارد إن بعض مريضات التكيس في بعض الشهور يبقى عندهم تبويض وفي شهور أخرى ما يبقاش عندهم تبويض. فلما تيجي واحدة وتقعد تتشال وتتحط تقول لك ده أنا الدكتور قال لي إن عندي تبويض، آه وارد إن يحصل تبويض شهر وشهرين لأ. ونيجي نسمع الجدال أمال الدورة بتيجي منين يا دكتور لما أنا ما عنديش تبويض؟ الدورة هي أثر هرمونات المبيض وليس تبويض المبيض، وبالتالي مش كل ست عندها دورة منتظمة معناه أن حصل لها تبويض. اللي عندها دورة مش منتظمة غالبا ما عندهاش تبويض، لكن اللي عندها دورة منتظمة ليس يقينا أن عندها تبويض. يبقى ما قالوش انعدام التبويض، قالوا قلة عدد مرات التبويض عن 6 مرات في السنة، ده معيار تاني ناخده من معايير روتيدرام لتشخيص تكيس المبيض. المعيار الثالث clinical or biochemical evidence of hyperandrogenism، ان الست يبقى عندها مظاهر اكلينيكية لزيادات هرمونات الذكورة، شعر راسي بيقع كتير، بشرتي دهنية، شعر بيخف ويقصف، شعر بيخف من الجنبين، عندي شعر بيطلع في جسمي، والمصيبة بتاعت الستات المصرية تقولك عندي شعر بيطلع في جسمي اللي هو العادي تمام، وان عندي حبوب وحب شباب بيطلع في الوجه، او نقيص هرمونات الذكورة فنلاقيها مرتفعة. يبقى لو قسنا هرمونات الذكورة ولقيناها مش مرتفعة ها هل ده ينفي ان الست عندها تكيس؟ لا، لو عندها الكلينيكال ايفيدنس بتاعه الايه اللي هي المظاهر الاكلينيكيه بتاعه زياده هرمونات الذكوره. يبقى دول الثلاث معايير بتوع روتيدرام اللي هم قالوا ايه؟ قالوا شكل المبيض بالسونار، وده ليس معيار اساسي لان ممكن المعيارين التانيين يبقوا متحققين وده مش موجود. قالوا ضعف التبويض، ما قالوش انعدام التبويض، يبقى اللي حصل لها تبويض 6 مرات او اقل في السنه ده معيار من المعايير، يبقى وارد ان بعض المتكيسات يبقى عندها بعض الشهور فيها تبويض. ثلاثة، ان يبقى في معايير اكلينيكية او معملية بتشير الى ارتفاع هرمون الذكورة، يا قسنا هرمونات الذكورة لانها مرتفعة يا لقينا اثر الهرمونات الذكورية دي مرتفع على وجه الست. ما قالوش من المعايير الثلاثة بتوع روتيدرام اللي الدكاترة متفقين عليهم ان الست تبقى تخينة، ها؟ لما نيجي نقول لواحدة انت عندك تكيس مبيض تقول لك ازاي؟ ده بيجي للتخان، انت شايف ان انا تخينة؟ لا ده مش من معايير التشخيص حضرتك، بس حضرتك ما تعرفيش وبتشتغلي على كلام بيقوله هواه ومش محترفين ومش متخصصين ولا يقولوا الحقيقة ويودون أن يخدعوكي ويودون أن يقولوا لحضرتك اللي انت جاية العيادات عشان تسمعيه اللي هو انت ما عندكيش حاجة. هنشوف الفيديو ونشوف الجمل بتاعة التشخيص والكلام اللي أنا قلته ده ونشوفه في الفيديو، بس ناخد أول اتصال ونرجع للفيديو. الوقت هنوقف الفيديو ناخد الاتصال أول. تفضلوا تفضلوا. ألو؟ أيوة فندم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. أنا قبل أي حاجة يا دكتور أنا حابة أشكرك على صدقك على احترامك على شرف المهنة اللي حضرتك محافظ عليه، إن حضرتك بتقولي الحقيقة من غير يعني من غير الأسلوب بتاع الدكاترة ده، يعني أنت دكتور صادق محترم أمين على مهنتك اللي أنت بتزاولها. يعني أنا فعلا اتشرفت إن أنا أصلا مش شفتك، لا اتشرفت إن أنا اتكلمت معاك أصلا وعرفت أوصل لحضرتك. العفو. أنا منار اللي حضرتك بقالك 3 حلقات بتتكلم عني وعن حالتي وعن المرض اللي مش عندي أنا بس، اللي عند نسبة كبيرة قوي من الستات، والناس مش حاسة عندها جهل مطبخ يعني بأثاره أو حتى بالمعاناة اللي بتعيشها الست بالمرض ده. أنا بشكرك جدا جدا جدا. أنا وعدتك ان انا عشان حسيت من كلامك بالصدق والحيرة والرغبة في المعرفة وانك عايزة تعرفي الحقيقة مش عايزة اللي يجاملك وبان عايزة حد يحطك على خطوات صحيحة، فانا الحقيقة بقدر جدا كل من يحترم العلم وبشيلهم فوق راسي. فأنا
أنا مستعد أخصص حلقات البرنامج دي كلها عشان أجاوب حضرتك عشان تبقي عارفة الغس من السمين. متشكر ليك، ولو سمحتي تابعيني كما وعدتك، مش حاسيب أي سؤال سألتيه إلا لما أجاوب عليه بتفاصيله. متشكر ليكي جدا 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 لكلامك، وربنا يوفقنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. منار، تابعينا كيف يتم تشخيص تكيس المبايض، وهو كله اللي حضرتك ما تعملش معاكي للأسف الشديد. نشوف يا جماعة الفيديو ونشوف منار كانت جاية تقول لي إيه، ونشوف ده اتقلع عليه إيه. نكمل كده بعد إذن حضراتكم. دياجنوزس، هيبتدي الفيديو بكلمة هاو بي سي اوز دياجنوز، كيف يمكن تشخيص مرض تكيس المبايض. هسكت أنا ونعلي الصوت. Should be diagnosed according to the Rotterdam consensus criteria. The Rotterdam criteria have suggested a broader definition for polycystic ovary syndrome, with 2 out of 3 of the following criteria being diagnostic of the condition. Number 1, polycystic ovaries, either 12 or more follicles or increased ovarian volume of greater than 10 cubic centimeter. 2, oligoovulation or anovulation. And 3, clinical and or biochemical signs of hyperandrogenism. It should be noted that the diagnosis of polycystic ovary syndrome can only be made when other etiologies for irregular cycles. دي معايير تشخيص تكيس المبايض. تخيلوا ان المدام منار اللي بتتصل وبتشكرنا على الهوا دي كانت ماشيه بكيس، الكيس ده وزنه حوالي 2 كيلو. الكيس ده فيه شعرها اللي فقدته على مدى سنتين، وكانوا بيقولوا لها ده عادي وطبيعي وملوش اي معنى ان شعر راسك بيقع، وروحي لدكتور جلديه، ايه يعني؟ تمام؟ اكن ده مش من المعايير، اكن الناس سهل جدا انها تتعامى عنده. تمام؟ واللي بيتعامى عن ده مش بس الزمن بيكشفه، لا للأسف الشديد انه بيعرض حياة بني آدم لانه ما بيحطهاش على الطريق الصحيح، حياتها المستقبلية. المشكلة ان كل الأطباء بيلعبوا على ايه؟ على ان المشاكل المستقبلية لمرض تكيس المبايض هتحصل عند سن 40-50 سنة، ومشاكل ضغط وسكر وامراض قلب ولا اخره، وانا مالي تبقى تروح لدكتور بطنة. تمام؟ انا خلص شغلانه وهي 20-30 سنه، هي كل اهتمامها بالدوره وانتظامها وحدوث الحمل، فاحنا نلعب في المنطقه دي ومحدش يوعيها، فبقى تزداد نسبه الاصابه بالسكر في بلدنا وتبقى نسبه مرتفعه، ونعمل مؤتمرات ومبادرات عشان اكتشاف السكر والحد منه. نلاقي عندنا اكتر امراض تمثيل الغذائي، نلاقي عندنا نسبه الامراض الغير ساريه اللي عاليه جدا لدرجه انها بتستهلك ميزانيه هذه الدوله، كل ده لعدم الامانه في العرض. ده كيف يتم تشخيص تكيس المبايض. طب مريضات تكيس المبايض عرضه لايه على المدى البعيد؟ نشوف الجزء الثالث من الفيديو وهعلق مع حضراتكم عليه. Counseling. How should women with polycystic ovary syndrome be counseled concerning the long-term implications of their condition and by whom? Women diagnosed with polycystic ovary syndrome should be informed of the possible long-term risks to health that are associated with their condition by their healthcare professional. Women should be made aware of the positive effect of lifestyle modification, including weight loss, for improving their symptoms, especially those who are overweight or obese. Long-term consequences. Metabolic consequences of polycystic. قالت إن من مسؤولية من يقوم بتشخيص تكيس المبايض مسؤوليته لو ما عملهاش يبقى ما بيقديش دوره. مسؤولية الهيلث كير بروفايدر، الطبيب اللي يشخص مريضة ان عندها تكيس مبايض لازم يقعد معاها يشرح لها ان ده مرض مزمن، انه لن يشفى، انه له اثار مستقبلية. لازم يوعيها للاثار الايجابية جدا لفقد الوزن وتغيير نظام الحياة وتغيير نظام الاكل مهما كان وزنها. وقد تبدو ده كلام بسيط وسهل والناس بتاخده باستهانة سواء مريضات او اطباء، لكنه اساسي جدا في التعامل مع مريضات تكيس المبايض. والحلقة اللي فاتت ورينا لحضراتكم الفيديو اللي قلنا ان مجرد ما راحت لحد بتاع تغذية وظبط وزنها الدورة انتظمت ونزلت
إن لسه الجزء الرابع من الفيديو اللي هنشوفه هنوري حضراتكم بقى إيه الآثار للأسف المستقبلية اللي مفترض إن مريضات تكيس النبوات هيمروا بيها عند سن 40-50 سنة، وإحنا هنلعب اللعبة ونخبي عليهم ونضحك ونخدعهم، ويبقى لما تبقى توصل للسن ده يبقى يحصل لها اللي يحصل لها. دي مش أمانة، وهذا ليس التعليم الطبي الصحيح. أستأذن حضراتكم، هناخد اتصال تليفوني آخر ثم نرجع نشوف الجزء الفاضل من الفيديو. اتفضلوا. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، عايز اتابع مع حضرتك في العياده دي، بس انا عملت اشعه صبغه واتضح فيه انه فيها التصاقات، وفي الاخر هي قلت ما فيش اي حاجه بعد ما عملت الانذار، اتضح ان الانابيب سليمه وما فيش اي حاجه. ايوه وارد، لان الاشعه اللي بالصبغه دقيقة جدا في انها تقول الانابيب سالكة ولا لا، اما بالنسبة لوجود الالتصاقات فهي فقط مرجحة، بمعنى ان ممكن حد يبص في الاشعة بالصبغة يقول دي مليانة التصاقات ويبقى عنده حق، الحقيقة ما بيكذبش، ونعمل منظار ما نلاقيش، او العكس نقول دي طبيعية تماما ونلاقي المنظار بيقول ان في التصاقات شديدة، لان الاشعة اللي بالصبغة غير دقيقة في تقييم الالتصاقات. طب لو سمحت، لو انا عايز اتابع مع حضرتك المفروض جوزي يجي من السفر، يعني اتابع قبل ما هو يجي ولا بعديه؟ سن حضرتك كم سنة؟ هو بيسافر قد إيه وبيقعد قد إيه؟ 25. هو بيسافر 9 أو سنة، يعني 9 شهور أو سنة. وبيجي يقعد قد إيه؟ ممكن 4 أو 5 شهور أو 6 شهور بالكثير يعني. مش قليلين. الفيديو اللي حضرتك، المنظار اللي حضرتك عملتيه مدعم بفيديو، له فيديو يأكد اللي موجود فيه؟ لا والله مش فيديو. يبقى كأنه لم يجرى. سمعتي الجملة دي؟ المنظار اللي من غير يعني فيديو، يعني على الورق بس، المنظار اللي من غير فيديو كأنه لم يجرى. التقرير ده مكتوب، التقرير ده مكتوب فيه كلام مش كده؟ ايوه كده. الكلام ده المصريين طول عمرهم يقولك هو الكلام عليه جمرك، يعني الكلام ما ما اللي يقول يقول، فين الإثبات، فين الدليل، فين الرؤية. المهم حضرتك تقدري تتوجهي لدكتور متابعة تأخر حمل قبل تقريبا دورتين شهرين من قدوم زوجك، إذا كان ده السؤال. ساعات الدورة مش معتيجي منتظمة، فالمشكلة إنه عارفة يعني، وفي فعلا ظهور شعر ما هي في الجسم كده نسبة عالي، بس مش عارفة ممكن. طب يعني الدورة مش منتظمة وفي شعر بيطلع في جسمك وما بيحصلش حمل، والدكاتره قالوا لك التلات حاجات دول ليه؟ عشان حالتك النفسيه مش كويسه وبتفكري في الحمل كتير؟ كتير جدا. قالوا لك كده مش كده؟ ايوه قالوا كده فعلا. انت هتقولي لي انت هتقولي لي عارف، انت ما عندكيش حاجه، خدي العلاج ده، الله ده التبويض هايل، هتجيلي حامل الشهر الجاي، هتبقي حامل في توأم. مش انت برضو كان الدكتور بيقول لك يا بابا انت كويسه وما عندكيش حاجه؟ احيانا يعني في مره قال لي كده انه هرمون الحليب عالي شويه نسبه بسيطه. يعني هرمون الحليب عالي شويه نسبه بسيطه هو السبب في الزياده اللي في الشعر اللي بيطلع في جسمك؟ مش عارفه، المشكله انه ما، لا انا بقول لحضرتك، انا عارف انك مش عارفه، انا بقول لحضرتك هل ده كلام عقل يقبله؟ يعني حضرتك عندك شعر زياده في جسمك، اه ده بسبب هرمون الحليب، انت شايفه ان ده كلام منطقي؟ ايوه يا ولاد والله، ده انا اعرف كده اللي بترضع جسمها بيتملي شعر، ولان الرضاعه بتعلي هرمون اللبن، فهرمون اللبن زي ما الدكتور قال لي بيزود الشعر، فاكيد كل واحده هترضع جسمها هيتملي شعر. ما خلفتش اصلا قبل كده. انا بسال حضرتك بالمنطق، ما بقولكيش خلفتي قبل كده، وحضرتك ما خلفتيش قبل كده وما عملتيش اي عمليات قبل كده، فعملوا أشعة بالصبغة قالوا لك ده شكلها فيها التصاقات. طب هتيجي منين الالتصاقات دي؟ اتولدت بيها؟ مش الالتصاقات دي والله، هم قالوا كده، وبعدين يعني كان مكتوب في التقرير شبه التصاقات، وبعد ما عملنا المنظار بطني ومنظار رحم اتضح انه ما فيش اي حاجه، قالوا ان انظار ساكه، بس ما عملوش زي ما حضرتك ما تقول لي انه المفروض يبقى مصور، الا بس تقرير. انت هتقولي لي، انا مستعد احلف لك اللي بيتقال. انا عمليه كده حضرتك عشان التوجه يعني، التوجه لطبيب متخصص في تاخر حمل قبل حضور زوج حضرتك بشهرين، وتعرفي ان مشكله حضرتك مشكله هرمونيه في الاساس. نمره 2، ان المنظار الذي غير مدعم بفيديو كانه لم يجرى، نقطه. تمام، ان شاء الله يا رب التوفيق. بعد اذن حضرتك
تابع اللي هنقوله النهارده، لان اللي هنقوله النهارده مسمع قوي في حالتك. تمام؟ طيب نيجي بقى للجزء الرابع من الفيديو اللي هو ايه الاثار المستقبليه لمريضات تكيس المبايض؟ هل ده حاجه بسيطه، حاجه بتلخبط الدوره، حاجه ملهاش اي اثار، مجرد ما الست نديها شويه منشطات وتحمل وبقت فله وخلاص انتهينا، انسي يا ماما ان عندك تكيس مبايض؟ تكيس المبايض 100% من مريضاته سيصابن بمرض السكر من النوع الثاني. يعني هيجي لهم لما يوصلوا سنهم 30، اكتر 35، اكتر عن النسبه عند 40، اكتر 45، اكتر 50، كل ما سنهم يتقدم احتمال الاصابه تبقى اعلى، لكن 100% هيجي لهم سكر من النوع الثاني. نستطيع ان نؤجله او نؤخره او نعطله او نقلله، لكن لا نستطيع ان نمنعه. وهنقول كده في الفيديو، مكتوب كده في الفيديو حالا هتشوفوه، ان للاسف الشديد ان تكيس المبايض يعتبر من العوامل التي لا يمكن للاطباء عكسها في احتماليات الاصابه بالسكر. يعني انت لما تلاقي حد بدين تقول له خس، ده تقلل نسبه اصابته بالسكر. لما تلاقي اكله فيه مش عارف ايه تقلل ده، يقوم يقل نسبه اصابته بالسكر. تقول له مارس الرياضه، يقوم يقل نسبه اصابته بالسكر. يبقى في عوامل يمكن للاطباء عكسها او تغييرها لتقليل احتماليه الاصابه بالسكر، لكن هناك عامل لا يمكن للاطباء تغييره، وهو ان المريضه بما انها مريضه تكيس مبايض سيصيبها سكر، وهذا لا يمكن تبديله. هتشوفوا الكلام ده مكتوب في الفيديو، ومكتوب وبصوت الدكتوره بتقوله ومترجم باللغه العربيه، كلام واضح وصريح وقاطع ولا خلاف فيه، واي حد يقول غير كده يبقى لا يقول طبا. هستأذن حضراتكم، هنعرض الجزء ده ونشوف بقيه المضاعفات، لان في مضاعفات تانية كتير هتفاجئوا بيها، يمكن ناس كتير ما بتجيبش سيرتها، منها الاختناق اثناء النوم. بس هستأذن حضراتكم ناجل ده بعد الاتصال اللي معانا. اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت دكتور، انا موضوعي بره عن الحلقه، يعني عن تسمم الحمل. كويس. ما هو مش بره، هو مش بره الحلقه بالمناسبه، يعني هو مش بره الحلقه، احنا بنتكلم على تكيس المبايض بالمناسبه بقى، مريضات تكيس المبايض والبدينات واللي عندهن استعداد وراثي للسكر، ده عوامل الخطوره في الاصابه بتسمم الحمل. فتفضلي حضرتك، ده له علاقه مش ملوش، ده من الاثار المستقبليه لمريضات تكيس المبايض. اتفضلي. تمام. انا كنت اول ما جيت اتجوزت قعدت في حدود شهرين، التالت كنت شلت لوحدي من غير اي حاجه. فطبعت حملي عادي، بناخد العلاج كلسم حديد بس. فجي كنت بزيد في الشهر في حدود 8-9 كيلو. اتنفختي اخر زياره كنتيش عارفه تعدي من باب اوضه الدكتور خالص، وعمر ما الدكتور كان قاس ضغطك طول الشهر الرابع والخامس. السكرتاريه هي اللي بره اللي بتقيس، صراحه ربنا يعني بس بتقيس وبتكلم مع الناس، فعادي بتكتب عشوائي كده وبدخل عادي بالضغط وبوزني. فالدكتور كان بيقول لي هو انت بتاكلي وتنامي؟ اقول له لا. طب ايه لي الزياده دي كلها؟ قولي له الزياده دي مكتوب في كتاب كليه الطب ان الزياده عدت 2 كيلو في الزياره، معناها ان جسمي بيعبي ميه مش بزيد في الوزن، وان الميه دي عماله تنفخني، وان التنفيخ ده معناه ان في ضيق في الاوعيه الدمويه عامه في جسمي وفي المشيم عموما، وبالتالي الدم اللي رايح للجنين هيقل وهيبقى حجمه قليل، والميه اللي حواليه قليله وحركته قليله وضغطي هيعلى. ففعلا يا دكتور والله جه عليا، كان يوم وجمعة عمري بنساه. فلقيت نفسي عينيا بفتحها صداع فظيع وعينيا مزغلله ومش شايفه جداً. قدامي وانا فين يا اخوانا؟ انا مش شايفاكوا، انا حاسه ان انا غايبه عن الدنيا، انا حاسه ان انا بروح منكوا. فعلا. فما خدتش وديت، قلت يوم الجمعه عادي نروح له. يوم السبت نروح له نلاقيه بيقول لي هو انت ما فيش حاسه بحركته من امتى؟ قلت له لا عادي مش عارف، انا مش واعيه للدنيا اساسا من كتر الضغط والصداع مش حاسه بحاجه. فبعدين قال لي لا، البقال الله ده جنين اتوفى. احمدي ربنا انه مات، احمدي ربنا انه مات. يعني لما تخلصي مكالمه معايا خشي صلي ركعتين شكر ان الجنين ده توفى، لانه لما توفى ضغطك نزل والحاله اتظبطت. لو استمر عايش يوم او اتنين كمان كان هيحصل لحضرتك نزيف في المخ او انفصال في الشبكيه او انفصال في المشيمه او فشل كلوي او كلهم بعد الشر. يعني هو كده كان ميت قبل منها بيوم. مظبوط. ما اعرفش مات امتى بقى، الله يعلم، لكن هو وفاته حسنت كتير من المشكله. فلقيته بيقول لي لا انت روحي بقى اتصرفي شوفي هتنزلي ازاي. يا فندم طبعا ساعتها هيتراجع،
لان حالة حضرتك بقت حالة مقلقة وفي منها مشاكل. فساعتها اللي كان فاتح صدره ويقول لك لا انا اولدك بصباع رجلي هيقول لك لا ما تولديش عندي وما تجيش العيادة دي تاني وعلى مستشفى الجامعة. صح بقى انا بشتغل الشغلانة دي بقالي 30 سنة حافظها، بشتغل في القصر العيني. عارف احنا بقى في القصر العيني اللي بيقولنا اللي زي حضرتك دول بقى، اللي هو قال لهم ايه اوعي تيجي هنا، على هناك على هناك ده اللي هو مين كرشني للعياده بس بالطريقه فعلا عيب يعني عيب. على هناك على هناك اللي هو مين اللي هو القصر العيني هو بيولد في مستشفى كده بس خلع مش عارف يا فندم. دي مش مستشفى، دي اسمها اوضه في شقه في دور في عماره. لا هو بيحولنا بقى للمستشفيات بتاعته. طيب المستشفيات دي ما تقدرش تتعامل مع حاله زي كده، حاله حضرتك دي لازم تحول للاساس بتاع الطب للقصر العيني لعماد البلد دي في الطب. فعلا والله يا دكتور. طبعا رحت المستشفى عندنا حاولوا ان هم ينزلوه طبيعي ما نفعش، نزلوا الميه الباقيه حوالين منه وسابوني كده فين، قالوا لا ده لازم بطنك تتفتح. طبعا اتحسبت عليا اولادها. ايوه بس عشان حضرتك برضو ما نظلمهمش، حضرتك كنت في الشهر ما بين السادس للسابع وبكريه. لا انا كنت في اخر اسبوع في الثامن برضو، لسه ما دخلناش التاسع، فعنق الرحم مش مستعد انه يستجيب لطلق الولاده اللي بيحاولوا يدهولك. وبعدين حاولوا لمده ايام والميه جيب الميه فتحوه والميه بقت دريند بقت قليله خالص، ومع ذلك عنق الرحم ما بيفتحش فبقى انتظاره في مشاكل، فكانوا مضطرين يعني ما هوش القرار الامثل لكن هم ما خدوهوش يعني عشوائيا ولا كان اول محاوله. المهم وبعدين فعلا نزلوه خلاص واتحسبت على حضرتك قيصريه باللفظ المصري. معلش انا اسف لتقل الفاظي باللفظ والمثل المصري بقى موت و وخراب ديار. فعلا والله ده بقى موت للبيبي وخراب ديار، صحة الست دي تهدت تمام، كليتها الضغط عليها ضغط شديد جدا، كان هيجي لها انفجار في المخ واتعمل لها قيصرية. وقيصرية كمان حتى دكتور التخدير في المستشفى ما كانش مآمن وهو بيبنجها. أكيد. وبعدين فبس فبعدين قال لي عشان تشيلي عايزك تفكري في سنة أقل حاجة ست شهور. طيب أيوة فندم، هو على الأقل ست شهور يجب تمنعي فيهم الحمل بوسيله غير هرمونيه، عشان اي استخدام وسيله هرمونيه هتعلي ضغطك. اداني برشام. قال لي برشام ماشي عليه. ما لسه بنقول اهو، بنقول اي وسيله غير هرمونيه. تمام. فانا دلوقتي لا ما استحملتش، قبل الست شهور كنت انا شلت، وانا اتعبت خلاص انا عايزه اشيل تاني. ففعلا انا سبت البرشام وشلت وربنا كرمني على طول. فانا بقى سؤالي دلوقتي، هل اللي هيتعاد معايا تاني طب نتحذر من ايه؟ مش عارفه نعمل ايه دلوقتي. متابعه طبيب جيد متخصص قادر فاهم انه يتعامل مع الحاله. هذا لا يمنع احتماليه تكرار تسمم الحمل، لكن يحاول يقلل نسبه تكراره، واذا حصل يبقى من درجه اقل، يعني يحصل تسمم حمل من درجه بسيطه ما تموتش الجنين، يحصل تسمم حمل من درجه بسيطه ما يحصلليش مضاعفات. كان لازم حد يقول لحضرتك ست شهور على الاقل امتناع من غير وسيله لمنع الحمل، خلالهم فقد الوزن، خلالهم اخذ ادويه اسمها مضادات للاكسده لتقليل نسبه الاصابه، مجرد ما تحملي تروحي لحد عنده درايه بالكلام ده وكيف يتعامل معاه، لان احتمال تكرار المشكله دي احتمال وارد، خاصه ان حضرتك لما ولدتي كان وزنك ب 84 85 كيلو، ومع انك كنت متجوزه 70 ولما او يعني اقل كمان. وبعدين دلوقتي لما دخلتي الحمل الجديد دخلتيه وانتي 77 78 كيلو، يعني لوزنك اللي ابتديتي بيه الحمل اللي فات انتي اكتر منه بقرب 10 كيلو، فاذا كان الوزن اللي كان بتاع الحمل اللي فات خلاني عرضه للمشاكل دي فما بالك وانا زايده عن كده، وكل الكلام ده محدش وعاني له ومحدش نبهني له. فلازم من متابعه جيده لطبيب جيد لتقليل نسبه احتمال تكرار تسمم الحمل وتقليل درجته واثاره الجانبيه. تمام؟ اي ست حامل الطبيعي اللي ما عندهاش حاجه المفروض في الشهر الخامس بيتعمل لها حاجه اسمها سونار ثلاثي الابعاد ودوبلر، لو كانت عملت دوبلر كان الدكتور بتاع الدوبلر كتب له ان الست دي الدوبلر بيتنبأ بان احتماليه عاليه ان يجي لها تسمم حمل، فاعمل لها كيت وكيت وكيت. لكن طبعا اللي انا بقوله ده ما اتعملش،
ولا حد جاب لك سيرته واول مره تسمعيه دلوقتي، وانا مستعد احلف على ده. طيب، تسمم الحمل من الاثار المستقبليه لمرضات تكيس المبايض، يعني مرضات تكيس المبايض هيتعبوا عشان يحملوا، ولما يحملوا في احتماليه للاجهاض، وهنقول الكلام ده في فيديو قادم يمكن الحلقه اللي بعد الجايه. واذا حصل حمل واكتمل هم عرضه للاصابه بتسمم الحمل وبسكر الحمل زي ما الفيديو هيقول حالا. نشوف الفيديو. الاثار المستقبليه للاصابه بتكيس المبايض. Polycystic ovary syndrome. Clinicians may consider offering screening for gestational diabetes to women who have been diagnosed as having polycystic ovary syndrome before pregnancy. This should be performed at 24 to 28 weeks of gestation with referral to a specialist obstetric diabetic service if abnormalities are detected. How should women with oral glucose tolerance test? An oral glucose tolerance test should be performed annually. There is an increased risk of impaired glucose tolerance and type 2 diabetes in polycystic ovary syndrome independent of obesity. Earlier onset hyperglycemia and rapid progression to type 2 diabetes is also isolated hemoglobin. الإصابة بتكيس المبايض ترفع احتمالية الإصابة بسكر وسكر الحمل حتى في غير البدينات، بعيدا عن الأوبيزيتي، بعيدا عن السمنة، لأنه عامل خطر لوحده مريض التكيس المبايض. ومريضات تكيس المبايض عرضة للإصابة بالسكر من النوع الثاني، ولما يحملوا عرضة للإصابة بسكر حمل، ويجب أن يكون متابع الحمل واعيا لهذا، ويعمل اختبار لمنحنى السكر في فترة ما بين 24 ل 28 أسبوع، ما بين الشهر السادس للسابع. دي أساسيات الطب. كون إن حضرتك بتروحي لحد لا يمارسها دي مش مشكلتنا. كون إن حد بيحاول يواجه لحضرتك إن الموضوع سهل وبسيط وبيسخف الموضوع، ده مسؤوليته هو. طب هما بس عرضة للإصابة بالسكر، وعرضة للإصابة بسكر الحمل، وعرضة للإصابة بتسمم الحمل، ويجب تحري ضغطهم وسكرهم؟ لا، دول عرضة لمشاكل طبية أخرى. 100% من مريضات تكيس المبايض هيجي لهم سكر من النوع الثاني، 50% منهم هيجي لهم الارتفاع في الضغط والأزمات القلبية، وإليكم الإثبات والدليل في هذا الجزء من الفيديو. نكمل الفيديو وناخد الاتصال. Tolerance test or where the resources are not readily available. What is the risk of developing sleep apnea in women with polycystic ovary syndrome? Women diagnosed with polycystic ovary syndrome should be asked, or their partners ask, about snoring and daytime fatigue or somnolence, informed of the possible risk of sleep apnea, and offered investigation and treatment to boost insulin sensitivity in affected women. What is the risk of developing cardiovascular disease or CVD in women with polycystic ovary syndrome? Clinicians need to be aware that conventional cardiovascular. طيب، يبقى دي جزء ما حدش شرحه قبل كده وما حدش اتكلم عليه، ان مريضات تكيس المبايض خاصه البدينات منهم عرضه للاصابه بسليب ابنيا، يعني يحصل لهم اختناق اثناء النوم، ممكن ما يحسوهوش قوي، يبقى في ضيق في التنفس، تبقى على طول بتشخر، جوزها يلاحظ ان شخيرها عالي، تلاحظ انها بتنام وفجاه تقوم بعد ساعه ساعتين من النوم زي ما تكون مخنوقه ومش قادره تتنفس، انها على طول اليوم بقى لما تصحى عندها احساس بوخم وتعب وتثاقب شديد لانها ما خدتش كفايتها من النوم ونتيجه لنقص الاكسجين، وهم عرضه لوفاه مفاجئه اثناء النوم نتيجه للسمنه وارتخاء الاحبال الصوتيه والى اخره، ويحصل لهم سليب ابنيا. اول مره حد وبرنامج يتكلم على ده، وده ريسك وخطوره عاليه في مريضات تكيس المبايض. هل الاتصال معانا؟ طيب، نوقف الفيديو وناخد الاتصال ونرجع للجزء ده من الفيديو بعد اذن حضرتك. يلا اتفضلوا. دكتور معايا؟ ايوه يا فندم، حضرتك على الهواء، اتفضلي. طب لو سمحتي يا دكتور، انا عندي سؤال. اتفضلي. انا مخلفه الحمد لله، معايا عيلين، فانا دلوقتي شايله اللولو اللي هو الشريط ده بقالي 4 شهور، خمس ما حصلش حمل، هل اروح للدكتور ولا لسه؟ ما بين 5 ل6 شهور انتظار، إذا لم يحدث حمل عليك التوجه للطبيب. هو بيعمل مشكلة وبيقول إن هو ما بيعملش مشكلة.
لا هو ما بيعملش مشكله ونادر ما يحصل منه مشاكل، و90% من اللي بيستخدموا القوالب بلا اي مشكله، وهو وسيله من وسائل منع الحمل الجيده جدا واللي مشاكلها قليله. طيب معلش ممكن اسالك سؤال؟ طب هو يعني ما تعرفش ايه التاخر ده ولا ايه؟ لا ما اعرفش دكتور، اعرف جدا لمريضه قاعده قدامي وما اعرفش ابدا بالتليفون وانا متاخره في الحمل 4 شهور، ايه رايك ايه اللي ممكن يبقى عندي؟ ما اعرفش. المهنه بتاعتنا ما هياش مهنه تحكى عنها، مهنه تاخر الحمل هي مهنه دليل تحليل رقم فحص سونار عرض اوراق، ما هياش مهنه بالكلام. ايه رايك انا متاخره بقى لي 4 شهور، طب اشربي اللبن بدري عشان ونامي بدري، مفيش كده. الشغلانه بتاعتنا شغلانه ارقام، شغلانه تحاليل، شغلانه دليل، يجب ان يقوم الدليل على صحه او عدم صحه العليل، وهذا يعرف بتحليل، والتحليل يحدده طبيب، والطبيب يجب ان يكون متخصص، والطبيب المتخصص يجلس المريض أمامه فيستمع له وينظر له ويفحصه فيحدد ما هو مطلوب من تحليل ليقيم الدليل على مشاكل تأخر الحمل. طيب ممكن نرجع للفيديو نشوف بقى المشاكل. نشيل الاسترابة. For cardiovascular disease risk by assessing individual cardiovascular disease risk factors such as obesity, lipid-lowering treatment is not recommended routinely and should only be prescribed by a specialist. Cardiovascular disease remains one of the leading causes of death in women. In women with therapy or patients with diabetes, or other high-risk factors with blood pressure greater than 130 millimeter of mercury systolic and or 80 millimeter of mercury diastolic may require drug therapy. Women with hypertension who need to start oral contraceptive therapy should be consulted regarding its risk and benefit. وبالتالي الأمراض القلبية وأمراض ارتفاع الضغط وأمراض الشرايين التاجية وتصلبات الشرايين وزيادة الكوليسترول، كل دي عوامل خطر واضحة وتزيد في مريضات تكيس المبايض، لدرجة أن مريضة تكيس المبايض تعتبر بيئة خصبة للإصابة بهذه الأمراض والمضاعفات في شرايين الدم والأمراض القلبية. لكنها للأسف هذه المشاكل لا تظهر إلا بعد سن 40 سنة، وبالتالي الدكاترة النساء بيعولوا يلا سيبها. ويجب أن تعلم السيدات أن العلاجات الهرمونية يجب أن تؤخذ باحتياط شديد في مريضات تكيس المبايض، لأن العلاجات الهرمونية من المعروف عنها زي ما أنا قلت من شوية في الحلقة أنها بترفع ضغط الدم، فالسيدات دول يجب متابعة ضغطهم ويجب قياس ضغطهم ويجب الحذر في استخدام العلاجات الهرمونية معهم. ومريضات تكيس المبايض نتيجة لهذه البيئة الخصبة بيبقوا عرضة لارتفاع الضغط أثناء الحمل، وهو ما يعرف بتسمم الحمل بآثاره السلبية اللي عرضناها النهاردة، اللي قد يودي بحياة الجنين أو بحياة الأم أو كليهما، أو يؤثر على أجهزة حيوية للسيدة زي السيدة اللي كانت بتصل دي بتقول كان عندي صداع شديد وزغللة، دي كانت على وشك انفجار من أحد شرايين المخ، حصل وفاة للجنين مع الارتفاع الشديد للضغط ده، ده رحمها من أنه لا يتطور لهذه المشاكل. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على مشاكل التمثيل الغذائي والسكر ونسبة الإصابة بيه اللي 100% في مريضات التكيس والأمراض القلبية ومشاكل انقطاع التنفس أثناء الحمل. أنا عارف أن فاضل في الحلقة وقت بسيط، بس ناخد الجزء اللي فاضل من الفيديو مش كله، هناخد المشاكل عشان نبقى جاوبنا منار على إيه هي المخاطر اللي عرضة ليها مريضة التكيس المبايض. ناخد الجزء اللي جاي ده من الفيديو. What is the risk of having reduced health-related quality of life in women with polycystic ovary syndrome? Psychological issues should be considered in all women with polycystic ovary syndrome. Depression and/or anxiety should be routinely screened for. يبقى اللي قلته من لمنار في أول اتصال وحضراتكم شفتوه في الاتصال في أول حلقة وبأكد عليه، أن مريضات تكيس المبايض عرضة لمشاكل نفسية
وعصبية نتيجة للارتفاع غير المبرر وغير المستعد جسمهم له هرمونات الذكورة فتحدث تأثيرات عصبية ونفسية، فنلاقي أن مريضات تكيس المبايض عندهم زيادة في حدة الإصابة بالاكتئاب بالتوحد بالهستيرية، يعني ردود أفعالها تبقى عنيفة وعصبية وتزعق، ويبقى عندهم psychological ability يعني يحصل تغير الحالة النفسية من حال إلى حال في فترة قصيرة. وده من الملاحظات المشهورة جدا عن مريضات تكيس المبايض خاصة من الدرجات الشديدة، نسبة الإصابة فيهم بالاكتئاب بتبقى عالية جدا، مش بسبب تأخر الحمل ولا آخره، لتأثيرات هرمونية داخل جسمهم. وبالتالي مرض تكيس المبايض ليس مرض للدورة واختلالها، وليس مرض لشكل الست وشعرها وبشرتها، وليس مرض لتأخر حملها، وليس مرض لصعوبة في الحمل، وليس مرض لصعوبة في اكتمال الحمل، وليس مرض لمشاكل تحدث أثناء الحمل قد تودي بحياة الأم وحياة الجنين، لكنها مشاكل مرض مزمن مستمر لا يشفى ولا ينتهي، وقد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية عديدة وأمراض تؤثر على أجهزة الجسم كله ونحن في غنى عنها. نسبة الإصابة بالسكر تقترب من 100% والإصابة بالأمراض القلبية حوالي 50% مع ارتفاع ضغط الدم، والمشاكل المصاحبة من كوليسترول وتصلب شرايين و كمان التأثيرات العصبية والنفسية، وكمان التأثيرات على الحالة المزاجية والوخم والرغبة في النوم المستمرة وانقطاع التنفس أثناء النوم. هل تكيس المبايض له علاقة بمشاكل في أورام سرطانية؟ الإجابة نعم، وسأعرض هذا. للأسف الوقت بس مش مكفينا، لو ما عندنا 20 ثانية نعرضهم، لو ما كانش نعرضهم الحلقة القادمة. العلاقة بين تكيس المبايض والإصابة ب السرطانات، هل تكيس المبايض يزيد من نسب الإصابة بسرطانات؟ نعم، 3 أضعاف نسبة الإصابة بسرطان الرحم في مريضات تكيس المبايض مقارنة بمجموع السيدات، وللأسف الشديد عند عمر وسن أصغر. هذه حقيقة القول، هذه حقيقة هذا المرض، هذه هي توابعه، هذه هي ما يعرفه كل من تخرج في كلية الطب، لكن ليس كل من تخرج من كلية الطب يقول الحق، وقد ألينا ألا نقول إلا الحق. كل السيدات وكل الأنسات، للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة والمعلومة الصحيحة العلمية الموثقة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم كونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي كل الدعاء في هذه الأيام المباركة، أن يديم الله علينا نعمه وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأراكم دايماً على خير، وبيننا وبينكم يا رب دايماً بشرة خير. الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعاية، الصبر متعب وهاته. الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعاية، الصبر متعب وهاته. الحمل دي نعمة.